السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 5. احنا طبعا خلصنا اول بارتين في المنهج بتاعنا، الاستراكشر والدايجيشن والابزوربشن والترانسبورت. هنتكلم بقى على البارت الثالث اللي هو عبارة عن الليبيد ميتابوليزم. هنهتم بالبارت الاولاني، هي عملية البايوسينسز اوف الفاتي اسيد. الفاتي اسيد بايوسينسز ممكن اقول عليها مسمى تاني دي نوفو سينسز اوف فاتي اسيد او اللايبوجينيسز. امتى الجسم بيتجه لهذه العمليه؟ لما يبقى عندي اكسس دايتري كربوهيدرات اند بروتين، فبضطر ان انا احولها لفاتي اسيد ثم اخزنها على هيئه ترايجلسرايد في الاديبوز تيشو. بتتم العمليه دي فين؟ في ميني تيشو ليفر كيدني برين لونج مامالي جلاند اديبوز تيشو occur in the cytosol. في عندي احتياجات في هذه العملية. أول حاجة الجلوكوز هو البرايمري سبستريت فور ذا اللايبوجينيسيس، لأن طبعا هو المين فيول مولكيول برودوسد باي ذا الدايت. عندي استايل كو انزيم اي اللي هو عدده 2 كربونه، بيعتبر كانترميديت سبستريت، وظيفته ان هو سورس اوف الكربون اتوم. الفري بالميتات ده نوع من انواع الساتوريتد فاتي اسيد، بيتكون من 16 كربونه، هو الاند برودكت عندي. الكوفاكتورز اللي انا بستخدمها هو عباره عن الناد بي اتش، الاي تي بي، المنجنيز، البايكربونات، والبيوتين اللي هو نوع من انواع الفيتامين. الانزيم اللي انا بستخدمهم هما حاجتين، استايل كو انزيم اي كاربوكسيليز وفاتي اسيد سينسيز كومبلكس انزيم. ومهم جدا يا شباب كلمه كومبلكس انزيم. الستيجز اوف الفاتي اسيد بايوسينسز، اول حاجه عندي ترانسبورت الاستايل كو انزيم اي من الميتوكوندريا تو السيتوسول. زي ما انتم عارفين ان الاستايل كو انزيم اي هو البيلدينج بلوك اوف الفاتي اسيد. Don't diffuse from the mitochondria into cytosol. It can be transported عن طريق ال citrate shuttle أو citrate transport system. الفكرة ماشية ازاي؟ زي ما احنا عارفين ان عملية الجلايكوليسيس بيتم في السيتوسول. الجلوكوز اللي هو 6 كربونه بيديني البيروفيت اللي هو 3 كربونه. بعد كده البيروفيت ده بيعدي ويدخل في الميتوكوندريا، البيروفيت بيتحول لاستايل كوانزيم اي عن طريق عمليه الكربوكسيليشن. الاستايل كوانزيم اي بيتحد مع الاوكسالو استيت ويديني الستريت عن طريق انزيم بيسمى بالستريت سينسيز. الستريت ده بيقدر يتحرك عادي من الميتوكوندريا للسيتوسول، لما بيخرج عن طريق الستريت لايز يرجع يتكسر تاني لاستايل كوانزيم اي واوكسالو استيت. الاستايل كوانزيم اي ده هيمشي في مسار ان هو يطلع لي او يعمل بايوسينسز اوف الفاتي اسيد، لكن اوكسالو استيت بيتحول للماليت، والماليت بيتحول للبايروفيت مره تانيه عن طريق ماليت ديهيدروجينيز، فيطلع لي ناد بي اتش اللي انا بحتاجه في عمليه البايوسينسز اوف الفاتي اسيد. في عندي كمان ناد بي اتش ممكن يجي من عملية البنتوز فوسفيت بصوي. يبقى زي ما احنا قلنا ان الاستايل كوانزيم ايه بيتحد مع الاوكسالو استيت في الميتوكوندريا عشان يديني الستريت. الستريت عادي يقدر يتحرك ويطلع في السيتوسول، بعد كده عن طريق انزيم بيسمى بيه الستريت لايز يرجع يتكسر ويديني استايل كوانزيم ايه واوكسالو استيت. الاوكسالو استيت في السيتوسول بيتحول للماليت، بعد كده بيتحول للبيروفيت عن طريق ماليت ديهيدروجينيز ويطلع لي ناد بي اتش. لكن استايل كوانزيم اي اللي موجود عندي في او اتحرك من الميتوكوندريا للسيتوسول هيروح عشان يعمل لي الفاتي اسيد بايوسينسز عشان يحتاج كمان معاه الناد بي اتش. طيب الاستايل كوانزيم اي اللي موجود في الميتوكوندريا ده موجود او جاي منين؟ جاي من الاكسديشن اوف البيروفيت، اكسديشن اوف الفاتي اسيد، degradation of amino acid والكيتون بودز.
لكن النادة بي اتش اللي موجود في السيتوسول جاي منين؟ جاي من حاجتين، البنتوز فوسفيت باس واي او كونفرجن اوف الماليت تو البيروفيت عن طريق ماليت ديهيدروجينيز انزيم. تاني بروسيس عندي عملية الكربوكسيليشن اوف الاستايل كوانزيم A. العملية دي بتحتاج انزيم بيسمى استايل كوانزيم A كربوكسيليز، بيحول الاستايل كوانزيم A الى مالونايل كوانزيم A. هنحتاج ايه في هذا التفاعل؟ هنحتاج ATP، هنحتاج بايكربونيت كسورس اوف الكربون، هنحتاج بايوتين كنوع من انواع الفيتامين. بعد كده هحتاج اسايل كارير بروتين. اسايل كارير بروتين وظيفته ان هو كاري الانترميدييتس ان ذا فاتي اسيد سينثيسيس. عملية بقى الفاتي اسيد بايوسينثيسيس الخطوة رقم 3 ان انا عندي اسايل جروب كارير بيسمى بي اسايل كارير بروتين. السينثيز هتتم عن طريق addition of 2 كربون اتوم عن طريق انزيم بيسمى بالفاتي اسيد سينثيز كومبلكس انزيم. المالونايل كو انزيم ايه هيعتبر بالنسبة لي activated donor of الاستايل جروب ادى الفاتي اسيد سينثيز. يبقى اذا فاتي اسيد سينثيسيس رياكشن ان المالونايل اسايل كارير بروتين از برودوسد ان تو رياكشن، عمليه الكربوكسيليشن اوف استايل كوانزيم اي وترانسفير للمالونايل اسايل جروب فروم ذا المالونايل كوانزيم اي للاسايل كارير بروتين. عندي اربع تفاعلات هيتم، وهي عمليه الكوندنسيشن هتكون لي اسيتو استايل اسايل كارير بروتين، ريدكشن هديني بيتا هيدروكسي بيوتيرايل اسايل كارير بروتين، دي هيدريشن بيكون لي كورتونايل اسايل كارير بروتين، ثم الريدكشن بيكون لي بيوتيرايل اسايل كارير بروتين. بعد ما تكون عندي البيوتيرايل اسايل كارير بروتين هتم وهيعمل 7 سايكل، خلال السبع سايكل هيكون لي البالميتويل اسايل كارير بروتين عن طريق السايوستريز انزيم هيكون لي البالميتيت. يبقى اذا ملخص الكلام بتاعنا ان انا عندي الجلوكوز بيحصل له عمليه اوكسيديشن ويديني استايل كوانزيم A، الاستايل كوانزيم A عن طريق الكربوكسيليشن هيديني مالونايل كوانزيم A، المالونايل ده عن طريق مالونايل كربوكسيليز هيكون لي مالونايل اسايل كارير بروتين ويكون عندي استايل اسايل كارير بروتين. هيتم اربع تفاعلات او اربع رياكشنز، هي عباره عن الكوندنسيشن بتكون لي اسيتو استايل اسايل كارير بروتين، ريدكشن هتكون لي البيتا هيدروكسي بيوتيرايل اسايل كارير بروتين، دي هيدريشن هيديني كورتونايل اسايل كارير بروتين، ريدكشن هيديني بيوتيرايل اسايل كارير بروتين. ده عباره عن 4 كربونه، تكرر العمليه ديت 7 مرات او 7 سايكل. بعد كده هيديني البالميتويل اسايل كارير بروتين، ثم بالسايو استريز انزيم هيديني البالميتيت او البالميتيك اسيد 16 كربون. يبقى اذا المالونايل كو انزيم A كونفرت تو البالميتيت اللي هو 16 كربون عن طريق فاتي اسيد سينثيز كومبلكس انزيم. هيعتبر بالنسبة لي البالميتيت هو البرايمري فاتي اسيد سينثيسيس during الفاتي اسيد سينثيسيس بروسيس والبرايمري برودكت اوف الفاتي اسيد سينثيسيس اكتيفيتي انزيم. بعد كده هبتدي بقى، عايز اطول السلسلة، هعمل تشين elongation اوف الفاتي اسيد. البالميتيت اللي اتكون عندي هو فول ساتوريتد لونج تشين فاتي اسيد، هيحصل elongation عن طريق addition of 2 carbon unit. العملية دي بتتم في الاندوبلازميك ريتيكولوم. هيحصل فيها ايه؟ ان المالونايل كوانزيم ايه added onto the palmitate بنفس فكرة الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس انزيم، ولكن هستخدم كوانزيم ASH بدلا من الاسايل كارير بروتين.
هكبر السلسله بتاعتي لحد بصل الى التراي جليسرايد او التراي اسايل جليسرول اللي هيحصل له عمليه تخزين في الاديبوس تيشو او الفات تيشو.